الكسر ده المفروض هو بيبان قوي في الصيف. ايه لو بشرتك بتعرق هتبقى بشرتك دهنيه، لو بشرتك بتبقى من النوع اللي بيقشر تبقى انت بشرتك جافه. في ناس بتبقى عندها المنطقه اللي في النص اللي هي التي زون دي بتعرق، والجزء الباقي ده ناشف. فانت كده لازم تحطي مثلا مويسترايزنج، ترطبي الجزء ده، والجزء ده تحطي عليه برايمر مات علشان بشرتك ما تبقاش الجزء ده دهني وانت نازله الصبح. طب احنا برضو عايزين نوضح للبنات ان